صباح الخير، السلام عليكم. فيديو كيتوجه لعدد ديال الناس اللي غبرت عليهم واحد المده ديال 2-3 سيمانات، تكتبوا ليا وكيتسائلوا فين غبرتي، علاش غبرتي، واش نعزلتي من السوشيال ميديا، واش قتلوك، واش هددوك، واش كي كتعرفوا واحد ما تيبقى بوحدو. امي مات الزوجه ديالي الله يرحمها، اللي كانت هي الموتور الثاني ديال هذا الانسان اللي واقف حداكم. دونك ما كتبقاش غادي 160، خصك تولي تفكر كترجع للور وتحبس، تفكر شويه كيفاش غتمشي. يعني ما نعزلتش، ما وقفتش، ملي غادي نولي غادي يمكن ب 40 ولا 80، ماشي ب 160 كيف كنت غادي قبل. كاين شي حوايج غنخليهم في الجنب، يمكن نرجع ليهم من بعد، يمكن ما نرجعش ليهم، ما تيهمنيش بزاف. اللي كيهمني هو كنقولوا العائلة او ما تبقى منا. بقى معايا واحد شوية وغنشوف في كنت غابر وعلاش. اتمنى تكونوا على خير وبخير، والشكر الكبير للناس اللي كيسولوا كيكتبوا كيترحموا، وهذا إلا دليل على حسن الأخلاق والتربية ديالهم. وكرب وحتى أنا بدوري كندير لكم هذا الفيديو باش ما نبقاش نجاوب كل واحد بوحدو، وبعض المرات نقدر نتعطل. كونوا على يقين راني ما كنجاهل حتى شي ميساج ولا أي شخص كيف ما بغى يكون نوعه، وخا يبقى الميساج عندي حتى عام غنجاوب، خاصة شوية ديال الصبر. كاين الناس اللي ما كيفهموش بلا واحد راه عنده واحد المشاغل وزيد كيكتب لك اليوم و تيبغيك تجاوبو اليوم، ما كيشوفش بلا راه عدد الناس اللي كيكتب. شوية ديال الصبر. كيف كتعرفوا فقدت الزوجة ديالي فدوى الله يرحمها، اللي كنعتبرها أحسن زوجة في العالم. هاد الانسان اللي ما كتعوضش، ما عمرها غادي تفارقني ليل ولا نهار. وملي تكون عندك المسؤوليه ضروري تشوف للقدام، واخا الحياه ما عمرها غتكون بحال الحياه مع فدوى، ولو ما نعرفش شنو يطرى. كنقولوا فدوى لا تعوض. رغم الحزن والفراق والحياة الجديدة، واحد خصو يكمل المسار ديالو، مسار الحياة، ويقوي نفسه بالإيمان، ويعمر الوقت ديالو باش ما يبقاش عندك الفراغ. واخا كيبقى عندك الفراغ، وخاصة ملي تيجي الليل تطيحو مع كاع الأفكار والفراق والحزن وزيد. الفراق دائما تقد يجي مع مشاكل نفسية، مادية، اجتماعية وإلى آخره. ولكن مي كتعمر دائما غرجة، غتعمر الوقت ديالك بأي حاجة، قراءة، كتاب، خدام، بريكولي، العمل التطوعي، الجمعيات، دور العجزة، اليتامى. عمر الوقت ديالك بعمل الخير، كتحس براسك راك عضو ضروري في المجتمع فين ما كنتي ساكن. راكم شفتوا رجعت شويه بشويه العمل والتدريب العسكريه، كيف عودتكم شويه ديال التصاور وشويه ديال الفيديوهات، راكي كيهضروا على كل شخص فينا اشنو كيدير. وتكون عندكم واحد الفكرة من علاش وفين كنت غابر.
كي شفتو معايا راه ما كنتش غابر تنقولوا في شي حاجه تافهه، كنت كنقرا كنقري كنستافد باش نزيد للقدام. كي كتعرفوا القرايه راه ما كتساليش، حتى تمشي للقبر ديالك وانت باقي كتمشي للمدرسه وكتعلم او كتعلم اي حرفه او شي حاجه، ان الخدمه ما فيهاش العيب، العيب هو في التفكير ديالك. وهذاك اكبر مشروع اللي خصنا نخدمو عليه هو التفكير ديالنا، هو اللي خارج علينا. راه ما ناقصنا والو، ناقصنا واحد التفكير يكون مزيان اللي كيدفع الناس للقدام. الثقافة ديالنا واحد غيمشي يقرا عنده كدا وخمسين عام تيقول لك وا القرض حتى شرف عاد غيمشي يقرا واش غدير بهاد القراية. راه الدماغ ديالك تتعمر وماشي غتقلب على وظيفة، راه اللي عنده الكتاف راه يمشي يخدم فاش ما كان الخدمة كاينة. الفيديو هذا غنزيدو على داك اللي كنت درت قبل ديال الجيش السويدي. الهدف ديالو الكبير هو تنحاول او كنحاول انا كشخص نهضر على راسي، هو نكون واحد النموذج صالح للاجيال القادمه لا خارج ولا داخل الوطن، وخاصه الاجيال اللي عايشين في خارج الوطن اوروبا او في العالم كله. كتعرفوا راه كاين اكثر من 6 مليون مغربي مهجر او هاجر، وعدد ديال الشباب ديالنا راه ناقصينو تنقولوا داك الانسان النموذجي او الموديل او شي حاجه باش كيبدا يحلم شويه. وهذا هو الهدف، بغينا احنا الشباب اللي عايش برا يحلم شويه، يدخل حتى هو للعسكر، يدخل للبوليس، يدخل المجالات ديال الدوله، حيت الكسوه راه كتوقع تتحميك من بزاف ديال المشاكل تنقولوا. الفيديو الاول عطى الثمار ديالو كثيرا لدرجة ان اتصلوا بيا الالوفات خارج الوطن، وللاسف هذاك الفيديو كان الناس اللي عندهم الجنسية السويدية اللي بغاو يدخلوا للعسكر ويديروا اختصاص مختلف. اللي تهمني هو على الاقل اللي تنعرف انا، على الاقل الناس اللي اتصلوا بيا واحد 15 واحد اللي تقريبا كانوا عندهم مشاكل مع ولادو مع بناتو، ما عرفوش اش غيديروا فين غيمشيو، مشاكل ديال تنقولوا ديال الهجره، واش حنا مغاربه واش حنا سويديين واش حنا هادي واش حنا هادي. الحمد لله دوك ال 15 تقريبا كلهم دخلوا للعسكر واستعملوه كحرفه، يعني ولا عسكر في اختصاص، كل واحد اختصاص ديالو، غير الناس اللي تا هما اتصلوا. شي وحدين راهم شدوا الطريق ديال التطوع، وشي وحدين راه باقي تيقادوا في الوراقي ديالهم، وهذا هو الهدف. دوك كل واحد عنده شي حرفه عنده شي اختصاص يخرج علينا الوجود باش نعتقوا انقذوا الشباب او الاجيال القادمه، هذا هو الهدف. السلام عليكم، ونتمنى راكم فهمتوا الميساج، والى اللقاء.